فعام 1947 عالم الحواسيب الأمريكي هوارد إيكن كان بيقول إن إحنا هنحتاج إلى 6 حواسيب رقمية عشان نقدر نعمل الحسابات بتاعتنا في الدولة في أمريكا في الوقت ده. كان راجل طيب قوي. هوارد ما كانش يتخيل إن إحنا وصلنا للعصر اللي بنبعت فيه تقريباً 250 مليون إيميل في اليوم، وبننتج على تويتر ما يقرب من 7 مليار صفحة من المعلومات والبيانات يومياً. كم المعلومات؟ منين بدأ الإنسان ينتج معلومات؟ في عصور ما قبل التاريخ، سواء كان بالرسم أو النقش على الجدران، لغاية عصر الكتابة، نهاية بعصر الصورة والفيديو في العصر الحديث، ممكن يمثل على كلام إريك شميدت الرئيس التنفيذي لشركة جوجل حوالي 5 مليار جيجا بايت من المعلومات. الكمية دي بقى اللي هي 5 مليار جيجا بايت من المعلومات انتجت فقط في 2011 في يومين بس، وفي 2013 تم إنتاج ال 5 مليار دول في 10 دقائق بس، و 90% من المعلومات اللي أنتجتها البشرية انتجت فقط في 2014 و 2015. فين هوارد إيكن عشان يرد على الكلام دوت؟ وإيه هي الذاكرة اللي هتستوعب كم البيانات والمعلومات دي؟ كل شيء حضرتك بتعمله على الانترنت أو مواقع السوشيال ميديا أو غيرها من المواقع بيتسجل ويتحفظ في قواعد البيانات الصغيرة دي اللي انت مش بتعلها هم، لكن الحاجات دي مع بعضها بتشكل حاجة ضخمة جدا بنسميها البيانات الضخمة Big Data. زمان كنا بنخزن المعلومات بتاعتنا على الفلوبي ديسك لغاية ما اتطورنا شوية وبدأنا نخزنها على SSD، وبعدين وصلنا لمرحلة الهارد ديسك وصولا لمرحلة الفلاشات، بعدين انتقلنا نقلة نوعية كبيرة جدا بانتقالنا للتخزين السحابي. كانت البيانات قبل عصر الانترنت والشبكة العالمية بننتجها في الكليات والجامعات والمراكز البحثية ووسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة، وفي مصالح الموظفين اللي بتسجل البيانات بتاعت العاملين والمصالح والشركات. أما دلوقتي اللي بينتج البيانات هم 3.5 مليار شخص في العالم معهم سمارت فون، وبيدخلوا على الانترنت يوميا عشان ينتجوا لنا كميات هائلة وكبيرة جدا من البيانات والمعلومات. الجي بي اس مثلا اللي بتتبع مكان تليفونك ممكن تنتج يوميا لفرد واحد قدر 1000 جيجا بايت بيانات، هيعرف بتعمل ايه وبتروح فين وفي تنقلاتك بتستخدم وسيله مواصلات ولا لا، وماشي كام كيلو، وايه المحلات اللي دخلتها والمصالح الحكوميه اللي زرتها، وايه الحمامات العامه اللي بتدخلها. ده غير قصه كاميرات المراقبه، قصه تانيه خالص. لو بصينا من الناحيه العلميه هنلاقي ان حجم البيانات منذ بدايه التاريخ لغايه 2003 تقريبا يعادل 12 اكسا بايت. الاكسا بايت ده عباره عن 1000 بيتا بايت، والبيتا بايت عباره عن 1000 تيرا بايت. احنا عارفين التيرا بايت عباره عن 1000 جيجا بايت. في 2006 اصبح حجم المعلومات علميا تقريبا 180 اكسا بايت، وفي 2011 وصلنا ل 1600 اكسا بايت، يعني عدينا حاجز الزيتا بايت. ايه ايه هو الزيتا بايت ده كمان؟ قال لك الزيتا بايت دي عباره عن 1000 اكسا بايت، يعني احنا من 10 سنين فاتوا دخلنا عصر الزيتا بايت، عصر الطوفان المعلوماتي. لكن كل البيانات دي هنخزنها فين وازاي؟ انت عارف احنا كل ما ننتج تقنيات جديدة بقدرات اعلى من الحواسيب بتاعتنا علشان نواجه مشكلة البيانات الضخمة، كل ما قدرتنا تتضاعف على انتاج كميات اكبر واكبر من البيانات والمعلومات بشكل سريع بفضل الاجهزة الرقمية بتاعتنا. تقريبا كده المشكلة ملهاش حل، كل ما نزيد في قدراتنا بتاعت الحواسيب كل كمان ما المعلومات بتزيد، مش هنخلص. المستشفيات مثلا في العصر الحديث اصبحت اداه ضخمه لانتاج البيانات، كشوفات المرضى وسجلات الزيارات والمتابعات والفحوصات والعمليات اللي بتجرى، وكشف كامل وسجل شامل لكل مريض وتاريخه المرضي وتاريخ عيلته وبلده ومدينته وحيه، كل ده بيروح لبرامج تحلل البيانات دي، وبالتالي بتنتج لنا بيانات جديده عشان نعرف منها نحاصر الأمراض في أماكنها ومواطنها الرئيسية. ده من ضمن اعتبار البيانات الضخمة دي بمثابة بترول العصر الحديث، إنهم من خلال تحليل البيانات للمرضى استطاع الأطباء والعلماء بمساعدة التقنيات ديت في معرفة وتحليل الأمراض وأسباب بعض أمراض السرطان المنتشرة في العالم في اليومين دول، بل وهتساعد برامج جديدة معتمدة على الحواسيب الكمية في تحليل بالغ الدقة لمعظم الأمراض اللي في عصرنا الحديث. خلال شهور بسيطة جداً جوجل هتنتهي من المرحلة الأولى من مشروعها العملاق، أكبر مكتبة رقمية في العالم بها تقريباً 130 مليون كتاب. تقدر تتصفح الكتب دي اللي في المكتبة، وكمان بطريقة نجرام هتقدر تبحث بشكل سلس وفعال وخيالي عن أي كلمة أنت بتحاول تعرف تاريخها ومين كتبها في كتبه وكم مرة كتبت في الكتاب الفلاني بل وفي السنة الفلانية
ومقارنتها كمان بكلمات تانية ومصطلحات تانية. أكيد طبعاً هنعمل حلقة عن الموضوع ده لأنه شيق وممتع، لكن إزاي برضو هنعرف نخزن كل البيانات والمعلومات دي؟ كل دي وغيره إن شاء الله هنتابعه في الحلقات اللي جاية من إنفوسفير، وفي الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنناقش المشكلة الحقيقية اللي بتواجهنا في عصر الزيتا بايت. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الحلقة تشيروها وتكتبوا تعليقاتكم وأسئلتكم ومقترحاتكم على الحلقة دي أو أي حلقة أنتوا شايفينها، وابقوا تابعونا على صفحاتنا على السوشيال ميديا. نشوفكم الحلقة اللي جاية إن شاء الله من إنفوسفير الساعة 3 بتوقيت القاهرة الجمعة اللي جاية. السلام عليكم.